بتجوع برشا ما بين الوجبات وما تعرفش شنو تاكل من نص النهار حتى للستة. واحد يفطر صحيح لكن بعد الفطور هكا تجيه الشهية متاع باش ياكل حاجة أخرى وما يعرفش الحقيقة شنو ياكل، خاصة أكلة صحية وما تسمنش. اليوم مع أخصائية التغذية منى السعيدي، أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا. نشوفوا كل التفاصيل بالطبيعة اللي تخليكم تاكلوا وجبة ما بين الوجبات خاصة، والأهم أنها ما تسمنش وجبة صحية. مرحبا منى، ذولي فسرت الموضوع، عندك أنت الكلام. فوالا دونك الموضوع هذا يهم برشا ناس فاطمة، دونك يهم الناس سورتو اللي تعمل في ريجيم، ونعرفوا توا الطقس برد دونك نحبوا ناكلوا هكا حويجة. وساعات واحد يقول لك تتوال عليا الفترة من بين فطور نص النهار والعشاء نتاع الليل، دونك اللي يعملوا في ريجيم يخافوا، يقول لك نخاف ناكل حاجة بوتيتخ تنجم تزيدني شوية في الوزن نتاعي. للناس اللي يحبوا زادة كيف كيف يستحفظوا على الوزن نتاعهم وياكلوا حاجة صحية، للناس زادة اللي خلطوا للوزن اللي يحبوا عليه ويحبوا يستحفظوا على البوا في فترة وجبة معناتها خاصة فطور نص النهار. ديما تأكدوا أنتم كأخصائي تغذية أنه وجبة فطور النص النهار هي المهمة، وزي ما تقول وقتاش الوقت بالضبط يأكلوا فطور نص النهار؟ ماذا بينا ديما ما بين نص النهار وساعتين، خاطر كان فاتت ماضي ساعتين ما ثلاثة ولا أربعة نتاع العشاء يولي الحقيقة معاش وقت فطور، دونك حتى العشاء باش يولي يوخر دونك أوتوماتيكمون. دونك احنا اليوم اخترنا الموضوع هذا بلوتو، هذوما أسئلة الحقيقة فاطمة ديما يسألوا فيهم، هو اللي يفطر حتى ماضي ساعتين يجوع مع الأربعة. فوالا دونك طقس توا برد يقول لك أي شنو باش نعمل دونك العشاء تتوالى عليا شنو باش ناكل. فوالا نجمو ناكلوا برشا حاجات فاطمة، دونك احنا اليوم اخترنا باش نعطي فوالا تشبع سورتو وما تزيدش في الميزان. بي جوست باش نعطي ملاحظة صغيرة، الوجبات اللي محضرينهم الخفيفة هذيا دونك راهو يلزم نعرفوا حاجة اللي هما ما يلزمهمش يفوتوا ل 100 سعرة حرارية. دونك راهي وجبة خفيفة ماهيش وجبة رئيسية، دونك حاجة باش نكسروا بها كالجوع الخفيف، مش حاجة باش نشبعوا بها بيان سور. مهم الناس تاكل غرينيوتي وما بين الوقت ويحسوا ديما بالجوع. سورتو العباد اللي الغرينيوتاج الحاجات الحلوة فاطمة، دونك كيك شوكولاتة جو والحاجات هذيك مالوغوزمون تجوع أكثر. تاكل من هنا تجوع من هنا. تاكل من هنا تجوع من هنا وتولي تحب تزيد تاكل، وسعرات الحرارية برشا، دونك وما نكتفيوش بكمية صغيرة ساعات. بي نشوف في ماكلة بي نحكي نحب نحكيو على البلا الاولاني. دونك للناس اللي بالحق يقول لك نجوع نجوع سورتو للناس اللي تخدم وساعات كيف كيف يوخروا برشا في وقت الفطور، والا يزربوا يقول لك ما نلقاش حتى وقت نتاع فطور. دونك احنا اخترنا اليوم حاجات الحقيقه سعرات الحراريه نتاعها معناتها ضعيفه منخفضه فوالا، دونك ما فيهاش برشا سعرات حراريه وان ميم طون تشبعنا. دونك بي اخترنا صحينا ذي اللي نجموا ناكلوا منه قد ما نشبعوا، دونك حاجه الباهيه نجموا ناكلوا قد ما نحبوا وما نسمنوش. دونك الصحينه ذيه اخترنا فيه باش نحطوا الخضره النيه. دونك نعرفوا توا فاطمه فما وقت البسباس، دونك نجمو نعملوا، انا نقول حتى كي ما نلقاوش وقت نحطوا صحيفات بسباس سفنيل يا فقوس على الطاوله، دونك ندخلوا نقرمشوا ونخرجوا نقرمشوا، دونك نجمو هكا ناكلوا حويجات. عملنا معاهم صوص خفيفه باش نجمو مثلا فاطمه كان تحب تذوق الصوص هذايا. اليوم عملناها بالقوطة، دونك حطيت فيها قوطة وشويه معدنوس وقت فطوره. فوالا دونك نجمو نقصوا الخضره كيف ما نحبوا. وعملت فيها الثوم بنين على الاخر، هو الحقيقه اختياري الثوم دونك، لكن يعطي مطعم بنين. دونك نجمو نعملوا صحين كيف هذايا كيما صوص علايا. فوالا دونك نجمو نحطوا الياغورت الطبيعي زاده، نجمو نعملوا الصوص نتاعنا، نجمو نحطوا المعدنوس، انا حطيت اليوم المعدنوس، نجمو نحطوا شويه نعناع شايح، شويه خس، الخضره اللي نحبوا عليها. الفقوس نتاعو غني بالماء. بالماء. وسي تان كوبفان ناتورال، معناتها معناتها يقص الشهيه كي تاكل كعيبتين فقوس تحس روحك سي تقولش عليك درت شنو اكليت، معناتها تشبع بالكدا بالكدا. دونك انا سفنيريا الفقوس البسباس الخضره اللي نحبوا عليها نجمو نعملوا صحين كيفنا ذايا، نقعدوا ناكلوه ما بين الوجبات، سعرات الحراريه نتاعو منخفضه على الاخر ودونك يشبع. به هي البرشا هي البرشا. دونك هذيك قرع، دونك قرع اخضر حاولت نعملو سو فارم دو شيبس، هو الحقيقه كان كروكون شويه ما نعرفش مازال شويه تو في الثنيه هكا مش ياسر كروكون. اما الحاجه الباهيه فاطمه اللي انا ما حطيتلوش لا ملح لا حتى شيء، اي بورتون بني تنقول لك لاستوس كيفاش عملناها. مش مقلي في الزيت، مش مقلي في الزيت، في الكوشه في الكوشه. دونك خذينا القرع الاخضر قصيناه شرائح نحاولوا نقصوه جويدين، مش جويدين ياسر، تقريبا فوق 3 مليمترات.
خديت دونك طنجره ولا كسرونه حطينا فيها الماء دوب مغلي، حطيت فيه شويه خل دونك مغرفه صغيره خل، هذيك باش تعطي هكا جو كروستيان شويه معناتها يقرمش هكا شويه فهمت. ومن بعد خديت بابي كويسون حطيته على البلاتو نتاعي، حطيت هكا القرع الاخضر ودهنته بشويه زيت مايس، وفي الاخر بالكل حطيت له فلفل زينه فاطمه دونك كان حسيت حار فوالا دونك لا ملح لا حتى شيء دونك هذايا صحيفه صغيرونه نجموا نعملوها زاده كيف كيف هكايا، السعرات الحراريه نتاعها زاده منخفضه ونجموا ناكلوها بين الوجبات. البيغمون نتاع الفلفل اسكو يشبع اي يقص على الماكله يقص شويه الشهيه كانك صحن كسكسي فوالا. اللوز اللوز يشبع، اللوز فيه برشا الياف، فيه برشا اوميغا 3. نجمو فاتوما ناخذو 8 10 كعبات لوز اي دونك قد حفنه اليد نتاعنا دونك صحفه ياسر حتى للناس اللي يعملوا في ريجيم رانا ننصحهم ياخذوا اللوز على خاطر اللوز باهي برشا ويشبع فوالا. لا مش 3 كعبات فاتوما كمان اليوم مش ماكلك ماكله نتاع ريجيم انت 8 10 كعبات باهيين دونك. نجمو نعملوا كيستي اخضر على الشلي دونك توا طقس برد شوي، نجمو نعملوا كيستي اخضر والا قهوه للناس اللي يحبوا يشربوا اللوز. اسكو تاكلوا ني والا يلزمك تطيبوا في الماء وبعد تعرجوا شويه بينا يكون لحقيقه من غير تطيب. من غير تطيب ما نقليوهش ما نملحوهش دونك عبيت نايين اكثر دونك القيمه الغذائيه نتاعهم تكون خير ويشبعوا دونك 8 10 كعبات لوز مع الاربعه نتاع العشيه معاهم معاهم كويس تي هكا منعنا نجموا نعديو بهم العشويه نتاعنا. نعناع باهي برشا في الماكله، نعناع باهي الغذائيه نتاعو، نعناع بنين يفوح دونك في التي زاد كيف كيف، نجموا نحطوه في ليزانفيزيون توا طقس برد زاد كيف كيف يعطي جو بنين حتى ليزانفيزيون. فما ناس ما يحبوش هكا يقول لك نشرب لي تيزان وكل بالنعناع تولي مطعم تيزانه ابا وهذايا دونك هذايا الشوا دونك الاخر نتاع الوجبه الخفيفه اللي حضرناها اليوم واللوطه ثم دونك سهله ياسر دونك للي ما عندناش وقت ونزربوا ونحبوا ناكلوا حاجه جوست حليت كعبه ياغورت صفر في المية قصيت معها ناتشوغيل معناتها ما فيها حتى شيء لا فيها سكريات ولا حاجه ليه اروماتيزي دونك اكثر سعرات حراريه دونك للناس اللي يعملوا في ريجيم يردوا بالهم من السكريات سورتو. هي راهو طبيعيه ولا 0% راهو فما 0% ماهيش خايبه بنينه دونك فوالا فيها تزيد السكر فيها ايدول كوران صفر سعرات حراريه دونك ما يعطيناش سعرات حراريه. خذيت تقريبا شطر كعبه تفاح وحاطين عليها شويه قرفه، قرفه تعطي هكا مطعم بنين، مطعم حلو. حتى الدهون بطبيعتها القرفه. فوالا، ومطعم بنين، وان بلوس دو سا معناتها سيت ان كوفانس دو كيف كيف القرفه، دونك كي ناكلوا كعيبه الياغورت معاها شطاير كعبه التفاح، نشبعوا معاهم شويه قرفه اختياري بيان سور للناس اللي تحب القرفه والناس اللي ما تحبش دونك تنجم ما تحطش تو سامبلومون. باهي ذولي معناتها حاجه هايله وتشبع على ما اظن معناتها صحيح برشا صغار مثلا ما يحبوش الماكله نتاع الخضره لكن ماذا بكم تواكلوهم الخضره ملي هما صغار نزينوها فاتومه دونك ديما نقولوا يلزم معناتها ريجيم على طويل مش معناتها في فتره وجيزه كهو ونوعوا سورتو دونك نوعوا خاطر زاده كي تكون نفس الحكايه كل يوم كل يوم كل يوم خاصه الماكله هذه غنيه بالالياف فوالا تشبع وفيها الفيتامينات فيها المعادن خاطر توا ولينا نزربوا بالحق دونك ولاو الناس الكل تخدم تجري دونك ما عادش فما وقت اوموا نعملوا صحين كيف هذايا نعملوا عليه جو وان بلوس دو سا ما يسمناش فما برشا وصفات الحقيقه دونك نجموا ميم حتى فاطمه ناخذوا كاس حليب 0% ناخذوا معاه كعيبه تفاح ولا شتر كعبه تفاح كعبه كيوي ونعملوهم ليت بول زاده كيف كيف نجم تكون زاده حاجه خفيفه وجبه خفيفه بين الوجبات الرئيسيه. شكرا لك منى السعيدي، انتم وعليكم كان بطبيعه تتقيدوا بالنصائح والوصفات اللي قدموه لكم في البلاتو هكا ان شاء الله تحصل الافاده. نمشيو نواصلوا معكم باش نخليكم مع تقرير حول معرض هدايا ارتي ديكو فيه بطبيعه كل ما يهم الدار المنزل كل ما يهم ايضا الصناعات التقليديه نتابعوه من خلال هذا التقرير اللي عدته لنا زميلتنا ملاك اليزيدي ثم نرجع للبلاتو. هدايا ذات جودة عالية هو عنوان الدورة الثالثة لمعرض هدايا الصناعات التقليدية اللي احتضنوا فضاء لاكروبوليوم بكرتاج. فضاء احتضن منتوجات 52 عارض، المنتوجات ذات جودة عالية موجهة للمهنيين والمشترين العموميين من إدارات ومؤسسات وتمثيليات دبلوماسية لتحفيزهم على اقتناء هدايا آخر السنة من الصناعات التقليدية.
الخصوصية نتاعنا اللي احنا اوني فابريكان من التصويرة ومن الكرياسيون نتاع الموديل الاولاني حتى لا فيناليزاسيون، وكل معمول عندي انا، معناها نخدم الميتال، نعمل تارتيس، نعمل لي ماياج ولو مونتاج لي بيرل تو سكي ماتيير بروميير، انا بدي نتصرف باش نجيبهم افيك لو مينيموم دو كو. التكنيك نتاعنا ياسر فيها خدمه، فيها وسع بال، فيها باسيونس، et il faut aimer ce travail là. Et de quand on est sinon واحد ما يلقاش روحه فيه. الاساس نتاعي العنبر. العنبر نخدم فيه برشا حاجات، وظفته في برشا حاجات اخرين كيما كيما السبحه، البورتا كلي، البيجو. البيجو هكا خبقيت في شي حاجتنا القديمه، العنبر بانه هو قديم وميم طون طورته، مش ناس قلت نجم تلبس كيما انا نشوف روحي جون، مش نقبل بسهوله العنبر خاطر ريحته تبدا قويه. انا عملت برفان سبيسيال للعنبر انه اي انسان ينجم يشم ريحه العنبر ويتقبلها وما تقلقوش او ميم طون، وخدمت حاجات فينو وسامبل ينجم اي واحد يلبسهم حتى اجور، مش لازم تلبسها كان عندك خارجه سهريه مناسبه، نجم تلبسهم اجور. الفكره جات خاطر اني كنت مربي نتاع رن وما زلت. العمليه وانه بدينا في تحويل الجلود هذه واعطاها معناتها نعملوا منها حويجات للتزويق للصغار والكبار للدار، وقاعدين من عام 93 نخدموا في الخدمه هذه، وكل عام نجيبوا حويجه جديده وكل عام نطوروا فيها وكل شيء، فهمتها. بالنسبة للتوانسة يعجبهم المنتوج هذا برشا، وفما بمقدورهم اللي ينجموا معناها ياخذوا لهذا الصناعة من الفسيفساء ينجموا يزينوا بها معناها الديار نتاعهم، وفي نفس الوقت يعجبهم هذايا خاطر عندنا تراث قديم معناها اللي هو يزدهر بالفسيفساء كما متحف كارتاج، متحف باردو، معناتها تحط في عالمين اللي هو ثاني دولة معناها في الفسيفساء. والله المادة الأولية ما نجموش، معناتها ما عندناش حتى صعوبة، هو الكل اجتهاد، واللي مغروم ينجم يوفر كل شيء ويخدم كل شيء. المادة الأولية نتاعنا موجودة على عين المكان، نلوجوا عليها في الجبل نخرجوها، ما عندناش حتى صعوبة. عندنا شوية صعوبة في الترويج، شوية برك مش برشا. ديوان صناعة تقليدية قاعد يعاون فينا، قاعد بالمرصاد. ان شاء الله ان شاء الله، معناتها احنا كحرفيات طالبين شويه تنظيم، معناتها ديوان صناعه تقليديه نظمنا شويه، يلزمها يختار الحرفيات اللي يشاركوا، يختار المنتوج اللي يشارك، وان شاء الله باش ما نلقوش صعوبه مع الكليونات وما نلقوش صعوبه ما ياخذوش علينا فكره خايبه. نقش على البلور وكل ما هو ديكور وتريتمون، بديت بالحاجات معناها معناها اعمال كبيره اندستريال شويه، وتوا اقل من عام معناها بديت نتخصص في حاجات اظرف شويه. دونك جاتني فكره لي بيجو ابخي ان بوزوان بيرسونيل، وكل قلت نجم نعمل نخلق دونك حاجه جديده لي بيجو اوترومون، معناها حاجات ارتيزانال وغوفيزيتي بالبلار. هي الماده الاوليه البلار، معناها انا نصنعها القطعه في الاتوليي نتاعنا دونك ونخدمها، اي جو في دي بيس يونيك. انا نستعمل الجين ولي شوت نتاع القماش، دونك نعمل بهم جو ريكوبير معناتها لي شوت اللي يفضلوا من القماش، ونعمل بهم دي تابوغي دي تابلو باس، معناتها
برشا حاجات فهمت، حاجات للديكور ولا اكسسوارات كيما شراك لي بورتو كلي، معناتها الاكثريه مركزه على الحاجات بتاع دي كادو دو فان داني ولا لي كادو اون جينيرال، معناتها حاجات مش غاليه برشا والناس الكل تنجم تشريها. إذن هذه كانت جولة مع زميلتنا ملك يزيد، وبالطبيعة تحية كبيرة للحرفيين هذوما اللي كانوا موجودين وما زالوا موجودين في المعرض هذايا أرتي ديكو في تونس بالطبيعة وفي كارتاج. نمشيو لصنعة يديك اليوم، سارة محضرت لنا كالعادة حاجات نعملوها في الدار نتاعنا بالطبيعة بتقنية جديدة. اليوم باش نخدموا لأول مرة على البلاور، الحقيقة برشا منا عندهم كالي بوات كيما نشوفوا مثلا هذايا الحكة العادية نتاعنا نتاع لفاح نتاع غلة نتاع كل شيء. صباح النور سارة، مرحبا. نجمو نزينوها نعملوها تكون بيرسوناليزي، نجم تكون ان يوتي دو ديكور في الاكسسوار دو ديكور في الصاله مثلا، نجم كيما هكا كيما نجمو نشوفو تولي فاشكه والا كيما هنا فاشكه مثلا بتاع زهر نتاع بطبيعه ترشيه اللي تحب انت، والماء باللار ينجم يكون هذا يظلي عند برشا من الناس. نجم نحط الكغافة هذية تولي مزيانة وبالطبيعة نزينوها على طريقتنا. باهي سارة، نبدأ في الطريقة بتاعنا نشوفوا هذية حاضرة. فوالا هذيك خدمتها باش نكملوا عليها ليتاب الثانية. باهي باش نوريكم السادة المشاهدين إذا طريقة كيفاش سارة عملت الحكة نتاعها. ليتاب الأولانية بالكل. فوالا دونك البلار أول حاجة لازمنا ديما نخدموا بالتكنيك نتاع التومبوناج. تكنيك نتاع التومبوناج بالليبونش. دونك البلار ما يحبش البانسو على خاطر يزلق كي انت تخدم تقعد تخاص نتاع البانسو. دونك باش نخدموا التكنيك نتاع التومبوناج بالليبونش وباش نعمل انا ديغادي كولور. دونك نذكروا الساده المشاهدين شنو هو معناتها كي نمشيو نشريو الماده نتاعنا شنو هي اللي ناخذوها؟ يا ناخذوا كيما حكينا قلنا البريد هذاك اللي يمشينا على كل شيء اللي خدمناه في لينوكس وخدمناه في برشا محامل، والا ناخذوا برودوي سبيسيال نتاع بلار. نتاع بلار. ما ناخذوش اي اكريليك فهمت؟ برودوي لازم يكون سبيسيال نتاع بلار. دونك باش نخدم انا تويكا تكنيك دو ديغرادي، تنجم انت تعمل ديغرادي دو كولور، تنجم كيما تعمل لون برك، معناها انت تختار اللون اللي ولا تعمل باتيناج. اي ومن بعد باش نعملوا الباتيناج. ايه؟ والالوان هذوما مات كيما شفتهم مات، معناها تظهر القطعه نتاعك واش عليها اون سيراميك من بعد ما عادش تظهر اللمعه نتاع البله. باهي دونك باش نخدم انا الطريقه هذيا حطيت البرودوي نتاعي. اي دونك باش نبدا نخدم بالطريقه هذيا نتاع التومبوناج. إذن هذه الطريقة بالطبيعة اللي تقدمها لكم سارة بالنسبة لليوم باش كالعادة نوريو حاجة نصنعوها بيدينا في الدار بتاعنا، نجمو حتى حاجة حكة قديمة نبدلوها ولا تشريها بسوم نقولوا نحن رمزي وتولي لك حاجة تظهر قش عليها معناها مكلفة، معناها أنت تشريها تعملها وحدك خير ألف لك أقل معناها. هو قاعدين نشاهدوا بالطبيعة في الخدمة هذية الطريقة هذية. نعم كيما تنجم تعمل لون بركة معناها كولوغ اوني. أي. تنجم تعمل دو كولوغ تخوا كولوغ انت ولا السوبور نتاعك. نعم دونك هي هذية زيد الفكرة للعبيد اللي يعملوا يعملوا المعجون ويعملوا لي بارفان ويعملوا حاجات تقليديه نتاع الصنع التونسي، نجموا هما يعملوا لومبالاج نتاعهم بيرسوناليزي. معناها يزينوا لومبالاج نتاعهم وحدهم. اللي يخدموا لي بارفان ولي ويل وكل. دونك ناخذ تويكا الابيض بعد ما استحملنا اللون الوردي. اللون الوردي دونك باش ناخذ انا نعمل ديكغادي نتاعي. دونك باش نخدم كل مره ندخل لون. شوفوا توا اللون الابيض بعد ما عملنا الوردي، بدينا في اللون الابيض بالطبيعه وطريقه التومبوناج هذيا. دونك فوالا ريتو اللون ولا ديغرادي معناها ولا بدا التدرج، التدرج نتاعنا هو كيفاش يصير، نتبعوا اذا ساره في ما نخليوش يشيح معناتها يلزمنا توتفي في جرة بعضه. اي في ورا بعضه باش الالوان يدخلوا في بعضهم. نعم
تنزل بالكدا كي تبدا عندك هكا النقشه اي باش تظهر اون غوليف اكثر اي تنزل بالكدا باش تدخل لداخل البانتور تدخل لداخل نعم وديجا هي التكنيك هذيا تو كي خاطر برشا يقولوا لي معناها كي باش نعملوا البانتور اسكو نجم نستعملها ولا ديجا هي من الداخل ما مسيناهاش ما مسيناهاش معناها نستعملها كيف ما العاده مثلا سارة كيما نشوفوا ساعات يهبط شويه عادي معناتها عادي لا هو كي يشيح ديجا يشرب معناها يركح في دونك فوالا تقعد قبل ما يشيح طومبوني حتى لين تتحصل على الديغرادي نتاعك كيف ما شفت ونحاولوا كل مره نبدلوا معناها لي بونش باش اللون يقعد لنا ديما نظيف دونك تويكا انا باش نخدم بالابيض كيف كيف هاك شفت البرودوي ديما اباز دو معناها للعبيد نقولوا نحنا للزاماتور عبد في الدار ماهوش بروفيسيونيل والا ما هو عندوش معمل ولا عنده معناها دي برودوي قويين نتاع الدهن دونك هذه ابازدو ما فيش حتى ريحه ما في حتى ريحه وبالماء معناتها الباز نتاعو هو ابازدو اي مي كي نبداو نخدموا في الطريقه هذه راهو ليبونج ما لازمهاش تكون مبلوله بالماء راهو اذا تبدا شيحه على الاخر معناها حتى كان غسلتها لازمك تخليها تشيح ولا تشيحها على خاطر اذا تبدا مبلوله بالماء راهو كي يشيح معناها السوبر نتاعك يولي مشقق دونك ما لازمهاش الفوشه تبدا بالماء دونك فوالا نكملوا بالطريقه هذه معناها حتى الفوق بالطبيعه تختار الكيفيه نتاعك وتختار اللون راهو فما برشا الوان معناتها تنجم تعمل حتى تخلط اللون وحدك اي تنجم اي تخلط دونك فوالا نعم معناتها بريسك تحصلنا على نفس اللون نتاع هكا معناها وحده كبيره وحده صغيره حتى كي يبداو عندك زوج حكوك ماهمش كيف كيف معناها كل وحده وزينتها انت ديجا كي باش تدهنهم نفس اللون وتعملهم نفس الزينه باش يوليو اسوختي معناها تنجم انت تحطهم شنب بعضهم فوالا كيف كيف نعملوا الخطا اي معناتها حتى الغطاء معناتها هذا نجمو نستعملوه معناتها نعملوا عليه نفس نفس الطريقه نفس الطريقه اي رغم هو معناتها نحاسي شويه معناتها ماهوش اي مسيرش يمشي عليه هاو نشوفوا مثلا النتيجه هنا في هذا خاطر هذيا شيء مخدومه اي خدمتها انا ديجا تقريبا نسرى قداش تحب لنا وقت باش نخليوها تشيح اباز دو ديما حكيت ماكس اربع سوايع ثلاثه سوايع اربع سوايع وماذا بينا تشيح بطريقه عاديه عاديه اي البلار اي واذا شيحته بالسشوار او بالبارد البلار ما يحبش الهواء السخون نعم دونك فوالا بريسكا هكا كملنا باش نسرعوا شويه في الوقت دونك مزال جوست الحراف هذيك مي هكيكا تكون معناها القطعه نتاعنا فيني دونك باش نتحصلوا على نشوفوا القطعه هذه هي اللي كامله معناتها بعد ما شيح فوالا بعد ما تشيح القطعه هذه شنو نعملوا لها دونك تويكا باش نعملوا الباتيناج الباتيناج القطعه هذه شاحت بعد اربع سوايع بالطبيعه باش نعملوا لها الباتيناج نتاعها دونك الباتيناج راهو سي ان شوا ايه اختيار الباتيناج اللي هو هذا ماهوش اوبليغاتوار هذا شويه الدوغي اللي موجوده خاطر توا كل واحد وذوقه أي. كل واحد وذوقه بالطبيعه دونك الباتيناج خاطر خارج تويكا معناها دارج برشا موزه اي دونك باش ناخذوا زنبرا هذه نتاعنا تشبه شويه للكاغذ الحرش اي اسمها زنبرا غريبه شويه ديما كي نقول لهم زنبرا يقولوا لي شنو هي هذيا دونك اسمها هي زنبرا هكايا كي الكاغذ الحرش اما تبدا معناها الحروشيه نتاعها بعيده معناتها ما تخبش جوست تعطي جروح دونك باش ناخذ انا الزنبرا هذه نتاعي وباش نبدا نحك الطريقه هذيا إذا عندي أنا غوليف أوكي هبطوا لي غرانولي تو قاعدين كما نشوفوا فيهم باش نعريو اللي خدمناه معناتها شوية وهذاك وين باش يولي فما ليفي نتاع التذيبة سارة بالنسبة لل معناتها للباتيناج نمشيو أكثر للبرونز أرجون عندنا الاختيار أي في النوعية هذه اللي قلت لكم عليها الباتيناج الميتاليزي ميتاليزي فما برشا أنواع فما المات فما برشا أنواع نتاع باتيناج دونك الباتيناج هذه الميتاليزي جينيرالمون توا نحن خدمنا به برشا مرات هذه فيه لي كولور ميتاليك البرونز الأرجون الدوغي الكويفري معناها تقش عليها نحاس دونك باش نخدموا نحن بالطريقة نجيو للغوليف هذه نتاعنا هو السر انا باش نقترح عليك جوست
الحقيقه معناتها عمل تحب له برشا تقنيات وتوسيع باله الكل. احنا نحاولوا نوصل للساده المشاهدين كيفاش ينجموا يخدموا، كيفاش ينجموا يتحصلوا على الحاجه بطبيعه فيني. نقترح عليك تحب الاسبوع الجاي نكملوا نوريهم الباتيناج ان شاء الله. نعملوا الباتيناج ان شاء الله، نعملوا الباتيناج بالفنجر كما قلت انت. هذوما الاكسسوارات كان تحبوهم يكونوا حاضرين بطبيعه في دياركم، وكما شفنا هذه يزيد تكمل تشيح ونزيدوا نوريهم الزهور والفورما الكبير والصغير بالنسبه لدبابزنا لليوم. يعطيك الصحه سهره، شكرا ليك. موعدنا جدد معك ان شاء الله بالطبيعه في موعد اخر في برنامجنا صباحك يا تونس. احنا تو باش نمشيو الفاطمه، موضوع مهم برشا، استضافه بعد حين باش تكون اطلاق شبكه mykins.net والفوز بافضل مؤسسه ناشطة. ضيفة باش تكون سيدة نهاء مكني بالطبيعة، هي باعثة في شبكة التواصل الاجتماعي، وبالطبيعة يظهر لي مجال يهم برشا ناس. أنا معاكم باش نقعد بانتباه نشوف ضيفتنا الكريمة اللي بتكون بحضنا بعد حين. نواصلوا معكم في صباحك يا تونس، نتحدثوا على المشاريع وخاصة المشاريع اللي قاعدة تنجز على المستوى العالمي. تحضر معنا اليوم نهاء مكني، هي باعثة شابة لكن قامت بإطلاق موقع إلكتروني mykins.net. الموقع هذا كما فيسبوك، كما شبكات التواصل الاجتماعي، كما تويتر، كما زاد الانستغرام، لكن هذايا باختصاص تونسي. خلينا نتعرفوا عليك اكثر نهاء. شكرا لك اول حاجه على الحضور، وانت فزت بجائزه احسن موقع لليوم، اذا كان تعطينا اكثر تفاصيل. هو بالذات بريسيزيمون احسن ستارت اب مش احسن موقف، اي على الجائزه اللي اخذناها احسن ستارت اب. اول حاجه خلينا ناخذ اختصاصك، قرايتك، شنو قريت وكيف جاتك الفكره باش تطلق الموقع هذا؟ فيت انا على باز في الاصل عملت اول اختصاص منذ سنوات في مجال الاعلام وال يعني الكوميونيكاسيون ميديا اي جورناليزم. في اختصاص كيف نعمل فوالا نفس المجال. وبعد سنوات يعني هذه الفتره عم بدرس اكزيكوتيف ام بي اي، يعني اداره الاعمال. اداره الاعمال انت عايشه في فرنسا؟ مولوده بفرنسا وما عشت الا في فرنسا وشويه في دبي. لكن جنسيتك تونسيه معناتها امك فرنسيه تونسيه؟ فرنسيه تونسيه. خلينا ناخذ اكثر تفاصيل، كيف جاتك الفكره لاطلاق هذا الموقع بما انه تقولي اختصاصك اتصال واعلام، يعني اليوم حري بيك انك تكون معناتها في تواصل تام مع المجتمع ومع خاصه معناتها سواء كان في العالم ولا في تونس. كيفاش جاتك فكرة؟ هل لأنه فيسبوك هو الأول على مستوى الرقمنة الإلكترونية؟ أيوة إلا لا، كيف جاتك الفكرة لإطلاق هذا المشروع؟ فيت أنا في فرنسا أسست معهد لتعليم اللغات والإنفورماتيك المانجمنت وكل شيء للكهول للكبار. دونك ديجا كي شفنا لفترة 7 سنوات كيفاش الكبار معناتها مش فرحانين بالشيء اللي عم يشتغلوه، يعني يسون با ايبانوي، تحسهم اخذوا خيار بحياتهم في فتره معينه بحياتهم وبعدين مش هذا الخيار اللي 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 خلاهم يكونوا ايبانوي مرتاحين يعني وكل. دونك دائما بتشوفهم انه عم يغيروا، يعملوا ريكونفيرسيون بروفيسيونيل، يعني في المجال الفورماسيون بروفيسيونيل برشا مرات نشوفوا فوالا التكوين المهني. وبنفس الوقت كنت كونسلتانت بيداغوجيك، كيفاش نقولوا بالعربيه؟ خبيره معناتها تربوي فوالا للجمهور اللي في الكوليج وفي الليسي. دونك نشوفوا احنا من جهه ثانيه كيفاش الشباب يوصلوا ل 18 سنه ومازالوا مش عارفين اختيارات، معناتها مازال مش عارفين وين باش يتوجه فوالا، شو راح يختاروا بحياتهم.
شو الدراسه اللي فريمون يحبوا يدرسوها وكل. دونك وصلنا يعني عندنا هذوما الطرفين يعني الجمهور نتاع الشباب والكبار وقلنا فما شيء غلط يعني فما حاجه حلقه ناقصه في السلسله في نقول يلزمكم انتم تكملوها فوالا سي بور سا احنا ومجموعه شباب يعني الفريق قلنا لازم نفكروا كيفاش نحلوا هذا المشكل نخليوا الشباب وهما يعني من صغرهم وحتى اي عمر يعني من حياتهم يقدروا يختاروا شو ممكن يكونوا بحياتهم دونك يكتشفوا مواهبهم يكتشفوا الكنز اللي في ذاتهم هذاك علاش سميته كنز الموقع اكزاكتومون ماي كنز يعني كنزي لان نعتبروا انه كل انسان بحياته عنده كنز في ذاته وشنو اللي فيها نلقاوها معناتها التفاصيل نتاع دخول الموقع كيما فيسبوك معناتها ناس تتعرف على بعضها تكون صداقات في العالم شنو الخصوصيه اللي فيه الموقع هذايا اذا كان انت تتحدث على المجال التربوي الهادف اكثر معناتها حسب ما لاحظت اكزاكتومون اون فيت على ماي كنز هو هذا الموقع تواصل اجتماعي يساعد الشباب انه ينميوا مهاراتهم من خلال بعث مشاريعهم الخاصه فوالا دونك كل شيء مجاني بتدخل تاخذ فورماسيون يعني دوره تاهيليه تدوم 3 أشهر تكون هي يعني معناتها تعمل فورماسيون بالانترنت اكزاكتومون في الموقع هذا من خلال الموقع تاخذ دروس فيديو وتنفذ وانت عم تخترع شيء عم تكون مشروعك وطبعا فيه دي تشالنج تحديات تقوم بها تشارك الاخرين تاخذ دي لايك دي كومونتير اي وبالاخير بعد هذوما 3 أشهر تكون عندك مشروعك الخاص وبيه تشارك في المسابقات كمان عبر الموقع نتاعنا قاعدين نشوفوا اليوم ديجا معناتها نهاية كان تشطرني رايي اليوم الناس ساعات ما عادش يقول لك نستحق التلفزه نعمل فيديو وحدي في الدار ما نستحقش باش نمشي للاجونس دو ميديا باش تصور لي مثلا ممكن وسيله لطبخ شيء معناتها نجم اليوم بالفيديو تصور معناتها طريقه طبخك وتحط على اليوتيوب والا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لي قد ما تجيب نومبر دو فيو قد ما تجيب دي لايك يظهر لي ثم مواقع تخلص اليوم معناتها واحد من خضم اليوم مواقع التواصل الاجتماعي تنجم تجي شهرية للدار صحيح ولا غلط بالضبط احنا جوستمون نحبوا نساعدوا الشباب انه بون ديجا على الانترنت فما برشا اشياء شنو يستحق هو احنا الشباب اليوم باش يقدم على المستوى الرقمي على الاقل الالكتروني لانه اليوم ولينا نتحدثوا على الاي كوميرس بدرجه كبيره نتحدثوا على الكوميرس الالكترونيك نتحدثوا زاد على كل ما هو الكتروني معناتها بالانترنت شنو محتاجين اليوم باش نقدموا في المجال هذا نحتاجوا كيفاش نقولوا اون برون كونسيونس انه على انترنت فما كثير من الاشياء تقدر تعملها مثلا خلينا نحكي على mykens.net فيك تاخذ دوره تاهيليه وتكون مصنعه روبوتات تكون مثلا مخرج سينمائي تكون حتى يوتيوبر تكون مثلا تخترع دي ابليكاسيون موبيل موقع عبر الانترنت تكون حتى بتعمل العاب سحريه تعمل برشا اشياء اللي هي تخليك عندك كفاءات حقيقيه وبيها حتى بتلقى شغل وبيها فيك تكون حتى تكون عندك بيزنس خارج تونس مثلا هلا شباب في تونس اللي في المجال الديفلوبمون انفورماتيك اوكي عندهم مكانهم في الساحه العالميه صح ولا ممكن يكونوا عندهم اغلب الزباين نتاعهم في اوروبا في امريكا اللي يعملوا مواقع الويب خاصه في الخليج اتسيتيرا بالضبط دونك هما في الحقيقه هذه الكفاءات بيقدروا يعني يخدموا بيها مش فقط في الساحه التونسيه لان السوق بيضل يعني بلد صغيرة فوالا لازم يفكر جلوبال يفكر بطريقة عالمية موجود في داره في تونس وعنده أورديناتور وعنده انترنت وعنده أداة سيل معناتها بقوة كبيرة ينجم يخدم في العالم بالضبط هو في منزله وينجم يربح فلوس وينجم بطبيعة يكون على المستوى التجاري حاجة مربحة صحيح ولا غلط بالضبط باهي شنو حبيت نقول لك كيفاش تتوجه السادة المشاهدين ثماش ساعة شريحة عمورية معناتها ما تنجمش تدخل للموقع اي ولا لا
منين تحدوا العمر؟ اون فيت احنا نقولوا بدايه من 13 ولا بدايه من 13 سي فري. احنا فتره قلنا من 8 سنين وفتره قلنا الى 18 سنه. هلا فتحناها لان في طلب رهيب على الموقع، قالوا لنا ما تحرمونا احنا اكثر من 18 سنه. وان فيت اكتشفنا انه حتى اكثر من 18 سنه لما تكون عمرك مثلا 25 وانت يعني اخترت خيارات بحياتك دراسه معينه ولقيت حالك لا مش هذا بالضبط وكل جوستومون قلنا لازم نخليه المجال بهذا العمر انه يختار وحتى يغير من المجال كان لازم. يعني في موقع مايكينز ينجم الواحد يعمل فو بروفي؟ لا، على خاطر كيفاش تعمل فو بروفيل وبعدين تشارك بفيديوهات انت تقوم ب هل هو بتحدي يشبه يعني لينكدين والا لا؟ لا، كل حاجة واحدة، حتى ما نقارنش لا مع فيسبوك ولا مع لينكدين ولا مع أي واحد، لأنه عنده خصوصياته اللي هو موقع تربوي تثقيفي يعاون ترفيهي تعليمي، فيه يعني دي تشالنج طول السنة، فيك تربح برشا جوائز، حتى فيك تربح فلوس. أي خاطر احنا هذه الفلوس نحبوا أنه الشباب بهذا المبلغ ممكن يزيدوا يطوروا مشاريعهم، والفكره انه نقولوا لك اكثر من هيك ابني اسطورتك. أكيد. يعني انه انت هون تجي تكون مشروع اكثر واحد لدرجه اي لدرجه انه انت عندك احلام حققها وامشي لابعد ما يمكن وان شاء الله تجي افكار اخرى معنا. بالضبط، احنا الفكره انه كما احنا اخذنا جائزه بيست ستارت اب افضل ستارت اب، نحبوا يعني كي نقولوا احنا وصلنا كي نشوفوا كل هالشباب اخذوا هما بيدهم جوائز طريقه عالميه لان ابدعوا في مجالهم. شكرا ليك نهى مكني، احنا جبناك بحضرنا لهنا لانك تحصلت على افضل جائزه لموقع لستارت اب. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، وان شاء الله نشوفوا معناتها تميز كبير ليك حتى في العالم. ماذا بينا احنا نسمعوا بشباب تونسي زاد خذا جوائز عالميه، مش كان معناتها في امريكا والا في البلدان الاوروبيه. نسمعوا ديما اللي هما الرائدين خاصه في مجال الالكتروني بالتحديد، وخاصه اليوم الانترنت تعرف اللي هي غزات العالم. شكرا ليك مره اخرى على الحضور، وان شاء الله مرة أخرى إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله شباب زادة اللي كيفك وعندهم قدرات حتى يصنعوا دي زابليكاسيون انترنت، يخدموا مواقع ويب، إن شاء الله زادة ليهم هما بالتوفيق، وإن شاء الله تجيهم أفكار كبيرة زادة من خلال الموقع نتاعك. احنا نمشيو نواصلوا معاكم، نخليكم مع فقرة خليك على طبيعتك مع منى ومحمد العميري. وصلنا فقرة برنامجنا وفقرتنا الأسبوعية مع خليك على طبيعتك مع محمد عماري. اليوم محضرين لكم دي ماسك باش نشوفوا إذن طريقة محضر هنا محمد، نشوف الرمان، نشوف القارس وأقنعة هذية للوجه. للوجه. صباح النور. صباح الخير الناس الكل، كما عودناكم كل نهار ثلاثة نعملوا دي ماسك دي سوان ناتورال. نعم. بحاجات موجودة عندنا في الدار بأقل الأسعار. واليوم فكرت في حاجه اللي هي موجوده برشا توا سيزون تاع الرمان. نعم. وقلت باش نعمل ماسك بالرمان. ايه بالرمان، خاطر الرمان فيه فوائد كبيره برشا. كبيره برشا، من اكثر سي تان انتي اوكسيدون فيه معناها تلمو الي ريش اون اسيد اون فيتامين ا اون فيتامين سي اون فيتامين او ب يقوي الالاستيسيتي دو لا بو داكوردو فيه يعطي اشراقه للوجه ونظاره زاد حتى للوجه زاد اكزاكتومون يعطينا ان افي دو بون مين دو بون مين هذاك اللي حسنا به فوالا خاطر لي ريش اون فير كامل فيه الحديد زاده وغير الحديد اللي فيه فيه المنغنيز المنغنيز اللي شنو يعمل يقوي البرودكسيون تاع الكولاجين. نعم. معناها احنا كي باش نعملوا امتي ماسك بالرمان باش نقويوا البرودكسيون تاع الكولاجين. نعم. وقتها نشوفوا ان افي معناها يجبد يولي الوجه يعمل انتي ريد. نعم.
معناها اني توا الباز نتاع الفكره انه باش نعملوا انتيغيد ناتوريل. باهي نعملوا انتيغيد ناتوريل نبداو اذا شنو لازمنا؟ المكونات رمانه. اي رمانه باهي هكا كبيره معناها مش صغيره. رمان جابس على توا ما دراك رمان جابس. نعم. عندنا قارص. عسل. اي اي حاجه ان بو سبيسيال اللي هي الارجيل جون الطفل الاصفر. وإحنا كنا حكينا على الطفل الاحمر وكنا حكينا على الطفل الابيض. اليوم باش نحكي على الطفل الاصفر. الطفل الاصفر اللي ريكوموندي بور الوجه الاكنيك. الوجه اللي فيه البثور. فيه البثور فيه الحب. علاش؟ خاطر زاد كيف كيف المنغنيز ايش يعمل؟ يجبد الاكسيتيبوم ينحي الاكسيتيبوم واوسي الارجيل جون اللي تري ريش المنغنيز. اني اليوم على روسيت باش تكون دو زونا انتي اكني و انتي ريت و انتي ريت. باهي نبداو. باهي شنو لازمنا؟ شنو لازمنا؟ باش ناخذوا دو كويير نتاع ارجيل جون. زوز مغارف. زوز مغارف. وكالعاده كما تشوفوا محمد ما يستعمل كان اللوح. مغارفه اللوح خاطر مهم برشا. مهم برشا بس تسميه الارجيل خاطر الارجيل يفقد المنافع نتاعو الكل كان. نعم. كان تحط بالحديد. نعم. باهي. بعد ناخذ رمانه نعصروها باش طلع لنا ان جو اللي هو هذا. اللي هو هذا حطيته وحده. ايه هذا نتاع رمانه بركه ويلزمنا توا وقت الرمان يلزمنا كل يوم نشربوا 100 مليلتر الماء نتاع الرمان العصير نتاع الرمان كل يوم سي اوبليغاتوار تشرب 100 مليلتر توا تاع عصير الرمان. راه سي لا بيريود سي لا بون سيزون معنا لينا احنا عندنا الزهر وعندنا الشانس انه احنا في بلاد كيف هذه راه مش تعطيونا كان الكوتي نيجاتيف. بي حطوا زوز مغارف اوسي خلطهم. نذكروا سادة المشاهدين اللي هما عندنا زوز مغارف كما قلنا من الطفل الاصفر. وي وزوز مغارف من عصير الرمان. بالضبط اللي عصرناه بالطبيعه. هذايا توا عطانا اون تكستور اون فادير إيه معناها تقولش عليها بات. بات اي فوالا تعطي كيما الكريمه تولي اون بات. البات هذيا باش نزيدوها توا مغرفه نتاع عسل. باهي بالطبيعه احنا خاطر في المباشر وهذايا ظروف المباشر معناتها كيفاش نوريو العسل يقول لي جنب شويه بردت شويه هكا الدنيا بارده عاد اما تحت البروجيكتور بتاعنا يدفى يطفى كل شيء يدفى حتى احنا طفينا الحقيقه. مغرفه اذا تقريبا عسل. عسل ديما بربي العسل عمركم ما تدخلوا المغرفه في وسطه. لا نصبوه. نصبوه نسكبوه سكبه. فوالا صب صبين. من بعد شويه قارص. ايه عصره قارص. عصره قارص. عصره قارص في نفس الكويير قلبتها حسب اغراف ونخلطه. نقول اللي الخلطه هذه من اقوى الخلطات اللي تنجم تعطي افي بون مين. تعطي ان اونتي غيدراو هذه تعملها الخلطه مرتين في الجمعه تشوف افي حاجه كبيره برشا في وجهك. راو لي غيد اي تو سا ينقص معناها بطريقه غير طبيعيه خير ما المواد الكيميائيه اللي يقولوا لكم عليهم حتى كان هما فيهم دي برودوي ناتوريل بلوز او موان اون فادير ناتوريل سون سيتي لي نون دي مارك مي راو هذايا اقوى. هذايا اقوى برشا. الماسك هذايا تعمل في الوجه يقعد ربع ساعه في الوجه حتى تحسوا بدا يشيح. نعم داكوردو. تغسل باللو تياد افيك دو لو تياد ديما ما دافي معناتها لازم يشيح في وجهنا 4 ساعات يشيح 100% ما نخليوش يشيح 100% ديما ديما كي باهي هذا الطفل ماذا بينا مش يقعد شويه مبلول هكا شويه اكزاكتومون كي تحسوا يكومونس يجبد يبدا يجبد الوجه يكومونس اتيغي هكا الارجيل يبدا يشيح يكومونس اتيغي وقتها تغسل. باهي معلومه مهمه هذه بيان سور. باهي هذه الخلطه راهو من احسن الخلطات اللي تنجموا تعملوهم في وقتنا هذا. بيه. في نفس الوقت قبل ما نعملوا هذا احنا قعدنا القلوب نتاع الرمان. القلوب نتاع الرمان. القلوب نتاع الرمان بالضبط. شو عملت لها اني القلوب نتاع الرمان؟ باش نزيدوا شويه ماء ورد. ايه حكايه بسيطه برشا. اها شويه ماء ورد مش حلو. طبست الماء ورد جديده. ايه شويه ماء ورد واحده نخلطوها. ريحتها بنينه برشا. نخلطوها ان بتي ميلونج
نزيدوها شويه اونكور قرص خاطر ما نحبش برشا القرص راهو محمد بليه بالنسبه للقرص ما نحكيلك اي اسيد اما راهو معناتها عنده برشا مزايا واكثر مزايا ظل الطبيعي وفما برشا ناس قاعده تستعمل فيه بصفه كبيره شنو القرص لازمنا نجمو نعمل القرص لا افراط ولا تفريط في الوسط راهو تكثر منه سي اسيد يولي يحرق برشا وي بو يعمل لك حتى ديزانفلاماسيون في الوجه نعم. فهمت باغ كونتر كي تحطوا مع روسيت كيما هكا ما ورد و والقلوب نتاع الرمان هذا لو ماسك يبيض انتي اوكسيدون اوسي يقوي زاد الاليستيسيتي نتاع الفيزاج كيما كنا بكري نحكي وحتى وحده من غير الماسك هذا خاطر المنافع الكلها في القلوب راه المنافع نتاع هذه تو كيما البات معناتها نحطوها على وجهنا تحطها تخليها في الفيزاج وتقومي ان بتي موفمون سيركولير حركات دائريه فوالا وتخليه اوسي حكايه 10 دقائق على الوجه خليه في الوجه ما تنحيوش ديريكتومون من بعد تغسل ديما بربي نغسلوا بالماء الدافي ومن بعد بالماء بارد ديما ديريكتومون الماء باش نسكروا المسيا من بعد نجم حتى تعمل فاز حاجه اخرى معناها تاخذ منشفه مبلوله وتحطها في الكونجيلاتور بعد ما تكمل الماسك نتاعك تحطها على وجهك هذيك اكثر حاجات اللي تسكر المسام تو يبيعوهم ديجا دي ماسك حاضرين فيهم ان برودوي تحطوا بعد الماسك قد ويسكر المسام وينقص حتى في لي بوش ينقص في معناها الماء بارد ديما به برشا عمره ما تذكر في القران ماء سخون ديما يذكروا ماء بارد معناها للشفاء خاطر مش الماء السخون هو اللي يداوي راهو معناها المياه الكبريتيه احنا عندنا اللي هي الداوي في الـ في الـ في الـ في لي سورس فهمت اما الماء البارد هو الباز معناها الدوش تو الدنيا باش تبرد صغيره كنت تقول كيفاش راه باش ندوش له بالماء البارد سي با نورمال مي دوش له بالسخون سوا ديزون ملو الماء دافي وفي الاخر بالكل اعمل شويه ماء بارد وحتى للشعر هيك الغسله في الاخر تشيلها بالماء البارد باش يعطي طبيعه بريونس ولا لقى اكزاكتومون راهو تو مثلا عندنا الناس كنت خايفه من صغارها وباش يمرضوا هما نعرف شنو هما عشان ما ندوشلوش ديما هو مره في الجمعه بركه مرتين في الجمعه معناها هو نورمالمون مرتين في الجمعه سي لو نورمال يبدا خايفين عليه وغطي غطي يا ودي دوش له بالسخون وفي الاخر بالكل اضرب له ضربه بارده وخلي الجسم نتاعو يستانس بالماء البارد راهو المسام الكل تتسكر الفازو ديلاتاسيون معناها تصير ومن بعد نعاودوا نسكروا العروق يعاودوا يرجعوا معناها يلزمنا نحاولوا لو غرون ماكس انه نكونوا قد الحكايه هذه الماء نتاع الرومان راهو من اقوى الحاجات الجو دو 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 غرناد للبدن سي حتى معناها يوقف فوالا كل شيء ينقص برشا في معناها توا دراسات اثبتت في فرنسا انه ينقص برشا في الكونسير دو بروستات من معناها عنده برشا مزايا القشور نتاع الرمان من بعد ملوحوهمش زاده نشيحوهم فوالا نشيحوهم ننحيوهم اون بودغ يتخلط ساهل برشا الرسات هذه زاده يتخلط القشور الرمان مع كعبه ياغورت ناتورال وتعمل به لو ماسك شنو هو المنفعه نتاعو سي ان انتي يو في ضد الشمس ضد اشعه الشمس القويه بالضبط للصيف هذا للصيف اوكي باهي نعاولوا للصيف القشور الرمان القشور الرمان ils sont très 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 efficaces anti UV معناها هو معاه ياغورت باهي هذا القشور قلت لي نرحيوه ونعملوه مع ياغورت ناتوريل ماسك للوجه قداش من مره نعملوه تعملوا مثلا في الصيف تنجم تعملوا حتى مرتين في النهار وعادي على الاخر معنا ما فيهوش حتى افي سكوندير جامي بالعكس يعطي كولور اون تري تري بيل معناها كولور سبيسيال بي ويعطي بريونس زاد للوجه يعطي بريونس سي ان انتي اوكسيدون هو راهو كل حاجه في الرمانه متلوح شيء نعم ميتلو حتى شيء راهو مثلا احنا نكشوا الرمانه وناكلوا كان الدخلاني القشور عنده منافع زاد اكثر من الدخلاني ديما نرجع ما نلوحوا شيء نعم في الرمانه بان الاطفال الاصفر احنا ما كناش حكينا عليه في حلقات سابقه حكينا على الاطفال الاحمر وعلى الاخضر الاصفر شنو نجموا نستعملوه بخلاف معناتها الاستعمال للوجه هل فما خلطات للشعر مثلا ولا الارجيل جون ديما نرجع نقول هو من اقوى لي زارجيل اللي ريش اون مانغانيز معناها انت كي باش تحطه في شعرك اون طون كو ماسك تزيدوا مثلا الويل ليدغولان تاع الغومارين تاع الكليل تاع الكليل المقطر تاع الكليل وتعمل به ماسك مره في الجمعه لشعرك
شفت برشا عباد يحبوا يقولوا نعمل كيراتين للشعر، نعمل اكل بوتوكس للشعر، نعمل جو سي با كوا للشعر، نعمل جو سي با كوا. يفي لو ميم ايفي، يفي لو ميم ايفي. انا تيطلق الشعره ويطلق الشعره، وكان تحب زيدوا شويه بور دو كاريتي بوغ افوار معناها اون كاليتي اقوى. باهي قول لنا كيفاش الخلطه هذه تصير. تو عاد اليوم ثلاثة خلطات، اليوم ثلاثة خلطات تستغل وجودك معنا محمد، خاطرك ماكش باش تغيب علينا ميساج. خلينا باش ناخذوا لارجيل جون، الطفل الاصفر. الطفل الاصفر هذا موجود راهو في تونس معناتها، وهو راهو لا ريجيون اكثر ريجيون غيش بالارجيل جون هي ريجيون تاع قربص. نعم معناها قربص حتى كي تمشي لها تشوفها بكلها جون. اي سي جون. تخلط لارجيل جون، تزيد معاه الليدرولا نتاع الغومارين، الماء المقطر نتاع الكليل يتباع. نعم. موجود تلقاه ينحي حتى علاش حطيت الماء المقطر نتاع الكليل؟ خاطر. نعم. ينحي حتى القشره من الشعر. ايه؟ حتى الماء وحده كي تعملوا في الاخر نتاع تفش في الشعر. هو الحقيقه من الحاجات اللي مش مساسين بها للماسك للشعر الاطفال معناتها كماسك. هذاك كانوا الناس نرجعوا لي غوسيت انسيسترال. باش كانت الدوش مماتك وماماتك هذاك هو كانوا بالطفل باش كانوا يغسلوا. احنا توا اما نعرفوا الطفل الاخضر احنا ولا كل فوالا هي. شوف لي كولور دي زيتر، شوف وجهك ووجهي وشوف الوجوه الاخرين، فما الاكحل وفما الاصفر وفما الاخضر وفما الاحمر وفما لي بلون، معناها شوف لي كولور دي زيتر هيومان تلقى لي كولور دي زارجيل. بالطبيعه سبحان الله ربي قال خلقت الانسان من طين، معناه هو الباز راهو يجبد توري توكسين في الكور. تحطوا معاه الليدرولا دو رومارين، الماء المقطر نتاع الرومارين، وتزيدوا البور دو كاريتي وتخلطهم الكل. المقادير ديما نعطي المقادير للشعر باش تكون كونتيتي كبيره بيان سور، باش تعمل لك ليكيفالون تاع 100 غرام 100 غرام 100 غرام تاع ارجيل جون تاع الطفل الاصفر. تخلطها حتى تولي بات كيما هكا بريسك بات كيما هذا بالضبط. باهي البات هذيا اش باش تعمل بها؟ تزيد معاها البور دو كاريتي، زبدة الشيا. نعم. باش تولي ادغات، الادغات اكثر. تعملها الكل وتعمل بها تغسل بها شعرك من غير لا شامبوان لا حتى شيء، تعملها وحدها. تنحي لي زامبيورتي في الشعر الكل، وميم تون تعطي الماسك نتاع اللي تحبوا عليه انتم نتاع الكيراتين. يعطيك الصحة محمد، شكرا لك على المعلومات وعلى الوصفات اللي قدمتها لنا اليوم. بالطبيعة كان عندكم أي موضوع تحبوا يكون حاضر في برنامجنا ما عليكم، كان ترسلونا على الباج صباحك يا تونس. احنا تو باش نمشيو لسعد سعد المجرد في أغنية أنت المعلم. تاني الطيارة تاني الطيارة تطير انت في العالي ما نوصلك يا غالي، تطير انت في العالي واللي خلاك ما يبغى يشيل ويوم وانت وما تسمع تبعلم وإحنا حبيتك نتعلم، نسكت وإنت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وإنت موجود ما نرضى نتكلم.
الإشارة تعرف قبل حرارة. موجود ما نرضى نتكلم، اسكت وانت موجود.